مشاهدينا خلوني أخذكم لدراسة ثانية وكمان حديثة، بس تعتبر يعني نوعا ما مثير الجدل. كلنا نعرف أن التفاؤل صفة إيجابية، ولكن في هذه الدراسة اللي نشرتها مجلة ميديكال إكسبرس أكدت أن الإنسان يزداد تفاؤل كلما قلت قدراته المعرفية. هاي رش رايك؟ والله شوفي، أنا من الناس اللي دائما يعني عندي قناعة أنه نحن الآن نتاج أقوالنا وأفكارنا، فالتفاؤل شيء جدا جميل. يعني حتى في دين الإسلام دائما يقول أنه ما نكون مثلا متشائمين، نكون متفائلين. تفاؤلوا بالخير تجدوه. بالضبط، هذا هو. فما أعرف ليش ممكن تكون مرتبطة الدراسة بقلة المعرفة، فبالتالي الإنسان يكون أكثر تفاؤلا، ربما لأنه بالإنسان اللي يكون عندهم قلة معرفة أو إدراك للحياة على حقيقتها يكونوا متفائلين بزيادة، ما يعرفوا يعني مدى المصائب اللي ممكن يمروا فيها، فبالتالي ما عندهم إدراك كافي لكمية الظروف اللي ممكن يمروا فيها. أنا مع التفاؤل دائما، مع أنه صحيح إحنا ما نمشي على وتيرة واحدة من الحياة، حياتنا up and down وفيها كثير من المواقف، لكن في الآخر أنا مؤمنة تماما أنه مستقبلنا مربوط بالمنطق بما نقول، فبالتالي يعني أحاول قد ما أقدر يعني حتى لو أنه كانت في ظروف صعبة وكذا الواحد يكون متفائل، ودائما يقول أنه أمر المؤمن كله خير، وهذا دليل على التفاؤل أن الإنسان يعتقد كل شيء هو بيمر فيه فهو خير.